أهلا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر. نحن اليوم في بلدة بيت حنينة إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة. هذه البلدة التي يعني صدر الاحتلال غالبية أراضيها، وكما ترون هنا في الشاشة تظهر المستوطنة التي أقيمت على أراضيها. ثلاث مستوطنات أخذت غالبية الأراضي وقسمت أيضا السكان، جزء منهم خلف الجدار يتبع لبلدية الاحتلال، والجزء الآخر المتواجدون اليوم فيه يتبع للضفة الغربية. طبعا في موسم الزيتون يبدأ المزارعون بقطاف زيتهم هنا المحاذي لجدار الضم والتوسع. سنتحدث مع أحد أصحاب الأراضي. يعطيك الصحة عمي. الله يسلمك. أهلين. عرفني بحالك. محمود نجار أبو علاء. طب عمي عمي أبو علاء، احكي لي أنتم معاناتكم هون بالأرض أهالي بيت حنينة، خاصة بعد الاحتلال ما صادر أغلب الأراضي. والله المعاناة بدك المضبوطة إنها صارت صعبة جدا، يعني صعب علينا جدا، لاني انا من سكان بيت حنينة فوق القدس. انت من السكان ما خلف الجدار؟ انا من سكان ما خلف الجدار، نعم. فبنعاني كثير لدرجة يعني انه لما بنطيع على الارض بعد مرات تاخذنا ساعة ساعتين تنصل لبيت حنينة هون، ولما بدنا نرجع على بيت حنينة فوق نفس الاشي عشان الهوية الزرقاء معنا احنا. جد إنه صعب جدا جدا، يعني معاناة صعبة. اليوم في موسم الزيتون صادر الاحتلال جزء كبير من أراضي الأهالي في هاي المنطقة وجرف جزء منها ربما لصالح المستوطنات. نعم كثير، يعني هاي الجدار تحت هنا وراح زيتون كثير، في إنه زيتون كثير ورا الجدار، وإنه تقريبا 11 سنة ما وصلناه، وصعب جدا نصيله. لو انا بدي اصيله صعب جدا، لاني ما فيش معي حدا مساعد يروح يساعدني في الزيتون، ما حداش بصيل المنطقه هذه. شكرا لك. شكرا. نتحدث ايضا مع مواطن اخر من ايضا بيت حنينة للحديث اكثر عن يعني الحديث اكثر عن معاناه السكان هنا. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويرضى عنك يا رب. نعم، خبرنا اليوم يعني بيت حنينة هي من المناطق اللي صادر الاحتلال أراضيها لصالح المستوطنات وجرف الكثير من أشجار الزيتون. اليوم في موسم الزيتون يستذكر الناس وربما يتعمق إليهم الشعور بمأساتهم، مأساة أراضيهم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه اللفتة الطيبة المباركة في هذا اليوم المبارك، موسم قطف الزيتون. حقيقة بلدة بيت حنينة كبقية المناطق أو البلدات المحيطة التي تسمى طوق محافظة القدس، وهي طوق الحماية وصمام الأمان لمدينة القدس المحتلة. هذه البلدة تعرضت لشتى أنواع التقصير وشتى أنواع الانتهاكات الإسرائيلية، من المتمثلة بمصادرة أراضيها، والمتمثلة أيضا بحرمان أهاليها من الدخول إليها. كذلك دمرت هذه البلدة من جميع النواحي، سواء الاقتصادية أو التعليمية، حيث أن هذه البلدة تعتبر من أكبر قرى وبلدات محافظة القدس الشريف بعد لفتة، إلا أنها الآن مجزأة إلى قسمين بفعل جدار الفصل العنصري البغيض، ما حرم الأهالي من سهولة التنقل والوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم، وكذلك شتت شمل العائلة الواحدة، حيث أصبحت العائلة مقسمة إلى قسمين، قسم يسكن شرقي الجدار وقسم يسكن غربي الجدار. كذلك على المستوى التعليمي كان طلاب بيت حنينة يدرسون في منطقة بيت حنينة القدس، وكذلك الجامعة كانت سابقا المعهد الريفي، وفيما بعد أصبحت دار المعلمين، وفيما بعد أصبحت تابعة إلى جامعة القدس. وكانت بالحديث عن موسم الزيتون تحديدا، يعني يحرم المواطن الفلسطيني خاصة هنا في بيت حنينة التابعة للضفة الغربية، ما يعني أمام الجدار هنا، يحرم من الوصول إلى أرضه وإلى زيتون وأيضا هناك. أخبرنا عن معاناة المزارعين أيضا. نعم صحيح، فهذا أشد ألما وقع على المزارع الفلسطيني في هذه البلدة، حينما ينظر إلى شجر الزيتون الذي يمتلكه ولا يستطيع الوصول إليه، وما يفصله عنه إلا جدار شائك بغيض. وبفعل السياسات الصهيونية الإسرائيلية تحرم المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه بحجة التقديم إلى
التقدم إلى مشاريع وعفوا إلى تصريح، وكذلك إثباتات ملكية لا يستطيع المواطن أن يسلمها للاحتلال، والكل يعرف أنه إذا سلمت أي أوراق ثبوتية أصلية إلى الاحتلال يقوم الاحتلال بالسيطرة على الأرض من خلال التزوير وغيرها من المزورين والاستعانة بهم. لذلك أغلبية الأراضي الواقعة خارج الجدار لا يستطيع المواطن الفلسطيني الوصول إليها وينظر إليها بكل حسرة وألم. شكرا لك. نعم، يعني مشاهدينا كما ترون ربما في الشاشة هناك العديد من المتطوعين الذين حضروا إلى هذا المكان لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون. هذه تسمى العونة الفلسطينية، والتي عرفت قديما ما بين يعني الفلسطينيين، حيث كلما أنهى فلسطيني قطاف زيتون يذهب ويعين ويساعد مواطن آخر وفي أرض أخرى. سنتحدث مع إحدى المتطوعين هنا. يعطيك العافية. يزيدك عافية. عارفين بحالك؟ مرحبا، أنا براء أبو راس، متطوعة بجمعية إنماء. إحنا إلنا 10 سنين بهذا المشروع اللي هو نيجي على المدن أو القرى اللي أهليها بتعرضوا لإضطهاد من قبل الاحتلال، منساهم ومنساعدهم أثناء قطف الزيتون والزراعة، لأنه زي ما بنعرف خاصة بيت حنينة هي تم قسمها بالجدار الفاصل إلى قسمين، وإحنا مع إحنا دائما مع الشعب اللي بتعرض للإضطهاد، واليوم حبينا أجينا نساعدهم وإن شاء الله بنستمر على هذا المشروع. من أي بلد أنت؟ أنا من علوط، بس الجمعية هي إنماء من الناصري، بس بتضم حواليها القرى المحيطة بالناصري. يعني من الداخل المحتل جيت اليوم للضفة الغربية لهي المنطقة في القدس حتى تساعد المزارعين، قديش بيعني لك هذا الموضوع؟ إذا مش واحد من أهم المشاريع بحياتي، أنا مش لازم أعرف حالي كفلسطيني أصلاً. عشان هيك مهم بالنسبة إلي كتير إني أساعد أهلي وناسي، إن كان بالضفة أو بالداخل أو بالقدس، أنا يعني أي دعم لإلهن إحنا جاهزين. شكرا لك. شكرا. يعني هذه إحدى المتطوعات التي جاءت من الناصرة في الداخل المحتل وجاءت إلى هذا المكان لتساعد المزارعين الفلسطينيين، خاصة في هذه الأراضي المهددة في المنطقة المحاذية للجدار. يعني الذين نظموا هذه الجولة هم الإغاثة الزراعية، سنتحدث معهم. يعطيك العافية. الله يعافيك. هلا، خبرنا عن هذه الجولة. هذه ليست السنة الأولى التي تقومون بذلك. أيضا ما لفتني بأن هناك متطوعين من كل المناطق حتى من الداخل المحتل. صحيح، هاي هي الحملة الختامية لحملة إحنا معكم 12. هاي حملة إحنا بنقوم فيها بشكل سنوي خلال موسم قطف الزيتون. الحملة بالعادة بتضم متطوعين فلسطينيين محليين من الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنه كمان الحملة بتشمل قطاع غزة والمناطق الحدودية الشرقية لقطاع غزة اللي بيكون فيها اعتداء واضح من جنود الاحتلال على المواطنين. بالعادة احنا بنستقبل متطوعين دوليين من أصدقاء الشعب الفلسطيني، من أهلنا بالداخل الفلسطيني المحتل، بنستقبل متطوعين من القرى نفسها اللي بنكون بنشتغل فيها. معيارنا الأساسي هو الأراضي المهددة بالاستيطان، الأراضي القريبة من الجدار، الأراضي اللي بتتعرض أصحابها لاعتداءات المستوطنين، وجود المتطوعين الدوليين، وجود وسائل الإعلام، وجود المتطوعين المحليين وأهلنا من الداخل، هو بشكل حماية وإحراج لجيش الاحتلال لمستوطني. يعني بنحاول نشكل حماية شعبية لهم، بحيث إننا نخرج من موسم الزيتون بشكل آمن وبشكل سلس، يستطيع المزارع يستفيد من أرضه ويستطيع الخروج سالم وحياته سالمة وحياة أسرته سالمة. بتحس إنه في إقبال من المتطوعين بأعمار صغيرة؟ يعني كما أرى هناك أعمار صغيرة، في إقبال على موسم الزيتون؟ هذا تطوع نوعا ما فيه شقاء، يعني فيه تعب. بالطبع، الإغاثة الزراعية هي مؤسسة قامت أساساً على تطوع في عام 83، فقاعدتها الجماهيرية هي قاعدة جماهيرية كبيرة قائمة على استقبال أعداد كبيرة من المتطوعين. يعني الموسم السابق احنا استقبلنا تقريبا 3500 متطوع، استثناء السنة استقبلنا عشرات المتطوعين فقط بسبب جائحة كورونا وبسبب سياسة الإغلاق والتباعد الاجتماعي اللي فرضتها هاي الجائحة على شعبنا. شكرا لك. شكرا.
يعني كما سمعتم مشاهدينا، هي حملة تقوم بها مؤسسة فلسطينية، مؤسسة الغاثة الزراعية، وتجمع المتطوعين من كل مكان. هنا أيضا يعني مبادرات تطوعية من الداخل المحتل ومن القدس وغيرها يأتون إلى هذه المناطق المهددة بالمصادرة والقريبة من الجدار، والتي يعاني المزارع الفلسطيني الكثير حتى يستطيع العناية بأرضه وأشجاره في هذه المنطقة. هذه العونة الفلسطينية التي ترونها يعني تاج، يعني ثقافة مجتمعية تقوم على العون، كل شخص يعين الآخر، كلما ينهي أحد زيتونه ويقوم بعون صاحب الأرض الأخرى. هذه الثقافة التي قامت عليها المجتمع، قام عليها المجتمع الفلسطيني منذ القدم، تعيد إحياءها مجموعات شبابية لتعين أصحاب الأراضي. نذكر مشاهدينا بأننا اليوم في بيت حنينة، هذه المنطقة التي لها خصوصية كبيرة كونها منطقة قام الاحتلال بمصادرة غالبية أراضيها لصالح المستوطنات، أقيمت 3 مستوطنات، وأيضا غالبية الأراضي أصبحت خلف جدار الضم والتوسع. هذه المنطقة صدرت غالبية أراضي المواطنين الفلسطينيين، وبقي لهم القليل جدا. سنتحدث أيضا مع أحد المتطوعين، يعطيك العافية. أهلا السلام. عرفنا بحالك؟ عماد بدرة من جمعية الماء من مدينة الناصرة. تمام سيدي، أنت جاي من مدينة الناصرة، هذا ثاني متطوع من مدينة الناصرة من الداخل المحتل إلى هنا منطقة القدس، يعني خبرنا عن الرسالة التي تقدم. للسنة 10 على التوالي مع جمعية التنمية الزراعية ضمن حملة إحنا معكم. كل موسم لخطف الزيتون بنكون في بلد، بنكون في قرية، طبعا القرى أو البلدات اللي يتم اختيارها ضمن أهداف، إن كانت تتعرض للاستيطان أو تتعرض للمستوطنين أو تتعرض أو هي بجانب الجدار. خصوصية بيت حنينة، إحنا اليوم في بيت حنينة ضمن اختتام الحملة تاعت إحنا معكم، كانت أو ستكون اليوم في بيت حنينة. يعني في متطوعين بأعمار صغيرة ومن الداخل المحتل أيضا من الناصرة وغيرها، أخبرنا عن الإقبال على هذا العمل الشاق نوعا ما. إحنا أحد أهداف الجمعية كجمعية إنماء في الداخل اللي حث الشباب على التطوع وعلى الانتماء والعطاء والتواصل مع أبناء شعبهم في المدن الضفة الغربية المحتلة. في إقبال من الأعمار الصغيرة؟ طبعاً في إقبال، وكيف أنتم شايفين الأعمار هي بين 17 سنة إلى 22 سنة، طلاب مدارس، طلاب جامعات. شكراً لك، شكراً. يعني هذه كانت مشاهدينا المداخلة من مدينة الناصرة، هذا ثاني متطوع من مدينة الناصرة ومن الداخل المحتل. هذه روح التآخي بين جميع مدن الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، يجتمعوا تحت شجرة زيتون واحدة، هذه الشجرة التي تمثل الفلسطينيين وتمثل صمود الفلسطينيين في أراضيهم. كانت هذه الفقرة مشاهدينا من بلدة بيت حنينة للشمال من مدينة القدس المحتلة.